وبناء على معلومات واردة الى افراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بمفريحة، مفادها وجود كمية جد معتبرة من السميد بمختلف انواعها مخزنة داخل مستودع مستأجر باحدى قرى بلدية بمفريحة. على الفور بعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية تمت مداهمة المستودع من طرف وحدات الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بأرزيو وبالتنسيق مع المفتشية الاقليمية للتجارة ببرجير، بحيث تم الحضور وحجز على اكثر من 246 قنطار من مادة الفارينة مختلفة الأنواع والأحجام، أكثر من 244 قنطار من مادة السميد مختلفة الأنواع والأحجام، 87 قنطار من عجائن كسكس ومقارون، 86 قنطار من نشاء الذرة، كانت موجهة للمضاربة بقيمة مالية قدرت بأكثر من 418 مليون سنتيم، تم توقيف صاحب السلعة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده.